السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم ضحى. اليوم عندي لكم حلوى بشوكولا بلون والكراميل. عندي هنا 250 غرام شوكولا بلون مذوبة، غنضيف عليها علبة من الكراميل، علبة كاملة. غنخلط مزيان ونردهم على بماغي حتى تخلط العناصر كلها تجانس. عندي كذلك بسكويت طحون ومغربل، غنضيفو على الخليط السابق حتى يتجمع. الخليط اللي تحصلت عليه هو هذا، غنغطيه وندخلو للتلاجة ليلة كاملة. الخليط بعد ما دوز ليلة كاملة في التلاجة خرجتو، غنخليه جانبا. عندي هنا عجينة اللوز، غنسرحها ونقطعها دوائر. عجينة اللوز قطعتها دوائر. عندي ديبول صغار من الحشوة، غنغطيها كلها بعجينة اللوز حتى تغطى كلها. بالنسبة لعجينة اللوز ضروري تكون غليظة شوية باش ما تقطعش. نكورها مزيان، غنحطها ونضغط عليها شوية. عندي هنا وردة، بالنسبة للوردة تكون كبيرة، بالنسبة للمول هاد الوسطاني هادو غنحطها فوق الحلوة. ما محتاجاش نستعمل جليكوز او مادة لاصقة، تلصق بوحدها. عندي فانيل، نحاول نسق الألوان. ندور عليها الفانيل كامل، نكملها من بعد حتى نتحصل على هذه الاشكال هذه. كملت تزيين الحلوى وضعتها في الكيسات. كنتمنى الفكره تعجبكم وبالصحه والراحه.